قومي لحقوق الإنسان، وحاسة إن المسلسل كان بيناقش قضية مهمة جداً جداً وصل للناس، وده أهم ما في الموضوع إن أنت تقدري تقدمي عمل فني يبقى بيناقش قضية مهمة في المجتمع. وببارك لكل زمايلي، وببارك لكل النهاردة المكرمين، وببارك كمان للناس اللي كانت ورا الكاميرا لأنه هم عملوا مجهود كبير قوي قوي في المسلسل، وسعيدة بالتكريم جداً. بشكرك والله، عندي حاجات كتيرة بقراها بس لسه ما اخترتش حاجة. لا أنا مبسوطة إن بعد البداية مسلسل نجح ولمس الناس، ومن أهم المسلسلات اللي بتكرم عليها السنة دي.